هولون لمحمد معنى اهو. لا مين هذا؟ يا ليس يا غازي. أنا الله يسامحك. عارفين على الميوت. محمد عم تسمعني؟ اول شي بليز ما بقى تبعت لي صورة معتمة، الله يخليك وجعوني عيوني. مت فرايندلشن جروسن جروسن اس اس اي ان. اوكي فتحت اير، اوكي ظبط ماشي الجروسن. اوكي يلا الياس. جاهز نمبر مارت 12 قريلنا اياها ديانا. Sie fahren am am nächsten Tag Leipzig und und brauchen ein Zimmer für eine Nacht. Schreiben Sie an Frau Leder Gasthaus. Warum schreiben Sie? Diana, sorry. فهمت انهم بدهم يروحوا نهار الخميس مين نهار بده؟ ال انت على طول زي يعني انت بدك الخميس الجاي تروحي على لايبسك. ايه آه وبدي اخذ غرفة صح لليلة. آه وبدي احكي فراو ليدر اسمع جاستاوس هيك فهمت بدي احكي بدي اقول عن شو عم بحكي والسعر او اخر وحده فراو ليدر يعني هي المسؤولة بالجست هاوس مثل الأوتيل، اسمها فراو ليدر. أوكي ليه عم تكتبي لها السعر؟ قولي لها أي نهار جاي، عن كم في اتصال؟ تفضلوا. اوكي برافو مريم، بخصوص الرسالة اللي قبلها. لا استاذ كلاس نستفى بس شو آخر وحدة أنكون سي سايت يعني وقت الوصول أي وقت بتوصل عشان تعمل تشيك إن.
شو بتشكو في عم هلبي؟ هلا شو وضعه؟ بس ستيفانية آخر واحدة شو معناتها؟ يعني أي وقت بيوصل uncomfortable side. إيش هاي الصيغة؟ إيش كان عندنا هون شوية؟ إيش فعلي عم نكستن دولة ستار؟ بس كوستد إيش كان نكستن؟ أوكي برافو برافو غازي، هذا غير غازي بعد. زرق قلت بلا جست هاوس فرانك ليدر. اوكي لا ليه مثلا عم تقولي لي؟ شو؟ بسمع ودي قلتي لي الشيء؟ لك منيحة من دون ما تكتب جيست هاوس خلص بس اسمع. اوكي ثانك يو. اسمع اسمع بلا بلا مش الحال. لا مستواكم بالكتابة كتير منيح برافو، هو أهم يعني كيف يبين الطالب إذا ضعيف أو قوي من الكتابة. برافو أنا السما ممكن أشتغل السما نعمل هلا. يس كلها صح بس آخر نقطة منا سبيسيفيك، إيه متى بقدر أخذها؟ المفروض أنت تحدد لها الوقت، المفروض أنت تقول لها بوصل نهار كذا الساعة كذا، ما بتقول لهم أنا فيني آخذ، تقول لهم أنا بوصل يعني آخذ الساعة ما بتوصل. لا ما هو لأنه إيه. إنه بالعادة الواحد بيسأل إمتى بكون لك تشيك إن. يلا مين طلعت فيه؟ لا ما بيسأل، المفروض يقول لهم بوصل بتاريخ كذا. شو إذا أنت مسافر خمس أيام ويقول لك تشيك إن بآخر السفرة بتاخذ؟ انت بدك تقول له انا واصل في 8 الشهر. اوكي اوكي برافو نادين. من بعد في حلوين؟ في كتير بس في نادين والياس وغازي. محمد صلوح خضر مريم ديانا أنا بعتها هلأ يمكن وصلت. ايش كان ال next and on the start. اوكي برافو خضر تمام. ثانك يو. اوكي مين بعد في بعتها؟ ثلاث مرات سألتيها فاس قصت الدستمر. إش كومي أم نكستن؟ ليش هيك عم تلمع؟ أم شد الإست إش كومي أم نكستن دونر ستاك أم نوين أور. برافو أوكي بس شو الغلط قلتي لي فيها؟ شد الإست
محمد ما قلت لها متى وصلت، بليز بس خلص تأكدوا إذا مجاوبين على الثلاث نقط. بدك تقول لنا متى بتوصل؟ ما ماين أكتبها أنا بدي أوصل. كيف؟ ما عرفت شو أكتب إنه أيتم بدي أوصل، كيف بدي أكتبها؟ ما خلقت خايفة لأن صدفة عندي أكتب تشتيقة. عم تسمعوني؟ أنا سامع. إيه تمام. إيه محمد شو كنت عم تقول؟ بس بالنسبة لآخر نقطة ما عرفت كيف بدي سيخ الجملة يعني. أو بتقول ماينة أنكونفتسايت وقت وصولي هو أمدونالست إست ماينة أنكونفتسايت إست أمدونالست تاك أوتسين أور أو إيش كامي مثلاً أمدونالست تاك أوتسين أور أم ميس ستيفاني؟ هلا انا بالرساله اللي كتبتها كنت كاتب فوق انه ايش فاري ام ناختن دونرستاغ ناش لحتى هيدي لايبتسيغ. هلا في تحت انا خلي السؤال اللي سالته ساعتها هيك لانه قلت انا انه حوصل عشيه الخميس، فاي ساعه بستلم في اخذ الغرفه ما بتكون ظابطه هيك؟ لا ممكن اقطعها. اوكي اوكي مريم صح. بعد في حدا؟ بعد في حدا؟ طيب حطي على رسالة 13 نفسرها ليس؟ انا أمل دي unconfident سايت أو ماينه unconfident مش هيك unconfident سايت أم ماينه unconfident سايت إست في فعل أم دونر ستاك أم تسينور. أوكي تبهو هون بالنسبة للرقم 13 ذهاب البال كيبورد ستاك ومشتر أم فراتك فاير يعني عندكم عيد ميلاد وبدكم تحتفلوا. لادن دي عم تعزبوا مارتين وليندا شخصين اكتبوا لهم فارو مش شايفين زي اللي عم تكتبوا لهم اورد سايت وقت موزيك. هون بنقول ليبي مش ليبر، ليبي مارتين اون ليندا وهو اثنين يعني اير. يعني اذا بتسالهم كيفكم بقول لهم فيكيتس اويش كيف حالكم، اذا بتقول لهم عزمكم اشلادي اويش. وبالاخر بدل ما اقول يا اير يا داين لانه بدل ما اقول يا اير يا داين لانه هون لا دو ولا زي بقول اوير صبايا اويري الاسم والعائله. اوكي هيدي هوم ورك فرجينا ال 14 بليز الي كمان. الي اوكي زي فاير ام نيكست ان سام ستاك اين بارتي اند مشتن 30 بيرسونن اسم بشتري عاملين حفلة بتكون تحتفلوا سبت الجاي وعازمين 30 شخص وبتكون تطلبوا أكل ل 30 شخص. شرايبن زي عن فراو لاور عم تكتبوا لمدام لاور من ريستورانت داس اسم نخاوس ليفرن هي بتوصل الأكل على البيت. بارو شرايبن زي لا عم تكتبوا فلشس اسم أي أكل وبرايز السعر وتصبحوا على خير. بس سؤال قبل ما نقول تصبح على خير، بسكر من 13 بنكتب ليب للشخصين؟ ايه ليب مارتين وليندا في جيتس اويش ايش في جود ايش لادي اويش او ايش ماشتو اويش عن بعض. اوكي دانكو شون بيتشان او فيدر زين. الله يعافيك. تشوف.